بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نسجل الآن الجزء الثالث والأخير من نفس المثال، لكن to study the impact of the existence of a pump on the discharge from an elevated tank. هنرجع مرة تانية ونشوف شكل السيستم اللي already عندنا. مرة تانية في عندي الإليفيتد ريزرفوار، وهي مثلا منسوب المي، وفي عندي هذا مليان مي to a certain level something like this. بعدين attached to it a discharge pipe that discharges مثلا to the atmosphere زي ما شفنا قبل شوي. تاني في عندي something like this. إذن this all to add here. اتفقنا إنه this is ZR, this is Z1 اللي هو center of the pipe. في عندي الآن بهذا المكان في عندي valve، لكن also we have a pump. ممكن نحطها بالرمز P بهذا المكان. إذن this is P. الآن again we need to write the energy conservation equation مرة تانية between reservoir and one نقطة واحد. فإحنا we need to write ZR زائد أوكي يلا مش على الترتيب مش مشكلة PR على جاما زائد VR سكوير على 2G this is H1 plus now the head added by the pump and this is added value نساوي P1 على جاما زائد Z1 زائد V1 سكوير على 2G زائد the fractional losses in head زائد the losses due to the valve. الآن we know we need to cancel out زي ما اتفقنا هاي it have value and PR نفس ال P1 and both are discharges and off the atmosphere VR هاي يسمونها zero و Z1 zero هي الريفرنس وبالتالي كأنه أنا already صار عندي الوضع التالي ZR زائد HP would equal V1 square على 2G زائد F L على D V1 square على 2G زائد KV V1 square على 2G. Now we need to arrange it HP V1 square على 2G على المشترك في 1 زائد F L على D زائد KV. وبالتالي بصير أنا عندي already V1 would equal 2G ZR زائد HP على 1 زائد F L على D زائد KV. إذن this would be considered as the governing equation in such a situation. والآن بصير عندي مقدار Q اللي طالع من هذا البايب هو عبارة عن V1 في A1 أو V1 باي D1 سكوير على 4. الآن let's go to numerical numbers and see what we are getting. إذن أول شيء هنشوف شو الوضع اللي عندي. معطى عندي ZR ZR بساوي 20 متر Z pipe أو Z1 0 متر the length of the pipe 1000 meters
The diameter is 0.1 meter. F equals 0.05. K V الآن ممكن نعتبره زيرو كأنه مش موجود يعني. والآن زي ما احنا شفنا قبل شوي, assuming this with HP بيساوي زيرو, the head added by the pump بيساوي زيرو, بكون أنا عندي order زي ما شفنا بالمثال السابق, V1 بيساوي 0.89 بينما Q equals 600.5 cubic meter per day. هذا وضع اللي هو الوضع الاعتيادي بدون valve وبدون وجود pump. Now we need to consider the existence of valve and pump at the same time. أول شيء زي ما حكينا حشوفنا تأثير الفالف لحاله. Now it's time to see تأثير المضخة لحالها, بعدين تأثير اثنين مع بعض. Let's أول شيء write الإكويشن على الصفحة هذه عشان يكون كل شيء تمام مع وجود المضخة ومع وجود الفالف. فبصير عندي V1 equals 2G ZR زائد HP. واضح إنه ZR مع HP بيشتغلوا مع بعض, الإشارة بيناتهم موجب FL على D زائد KV. Now we need just to calculate the value of V that corresponds to a value for HP. We need to add a value for HP. خلينا أنا بس إنه أعملها, لأنه مش عاملها بالإكسل. وبالتالي هي عندي هون already V1 تمام ZR هيك بهذا الشكل زائد HP. We need to add HP. لا الإكسل أنا بحكي إشي أنتوا already مش شايفينه تمام. في واحد زائد F N على D زائد M سبعة. Okay, now we add a value for HP. Say مثلاً HP قيمتها مثلاً 50 متر. إذا أنت has a value of 50 meters. Immediately صار أنا عندي الفاليو تبعت V1 1.66 meter per second with a Q value 1123.5 cubic meter per day. الفاليو اللي بتطلع معي في البداية ال V واضح انه 1.66 يعني almost ضاعفت السرعة نتيجة وجود المضخة. وهذا simply اللي هو مبدأ عمل كأنه الكيتور, انه انت when you pump water you are adding more of kinematic energy. فإذا احنا خلينا نجرب الآن نعمل مثلا different values ونشوف شو الامباكتس على الفلوريد. فهذا أول شيء أنا في عندي HP وفي عندي KV, خليني أحطها مش مشكلة, وعندي the velocity وفي عندي the فلوريد. صفر صفر V1 0.89 والQ 600.5 مرة تانية كيوبيك متر بير دي. الآن لو قلنا مثلا حطينا هاي عشرة, لو حطينا HP عشرة مثلا 20 30 40 50, وبالتالي let's leave بقية الأشياء زيرو. وهنا نشوف مثلا شو بطلع معنا الفاليوز, شوف كيف التشينج عم بحصل. 1.08735.5 20 لل HP بعطيني V1 سوري هنا هيك عشرين HP بعطيني V1 مقدارها 1.25 849.3. لما ال HP تصير 30
بعطيني value ل V1 1.4 والتدفق 949.5 ولما تصير HP 40 بصير عندي velocity 1.53 و1040 ولما تصير 50 موقف عندها بصير عندي 1.66 و 1123.5 هذا هو الفايل تبعت الفلوريد. فواضح انه المضخة تأثيرها ايجابي من ناحية زيادة الفلوريد. ناو لو اخذنا مثلا هاي الكيس لحالها وجيت حطيت مثلا الكي في 100 هذا رقم منيح عالي يعني 50 خلينا زي ما هي اتش بي وحطيت محل كي في 100 بصير عندي السرعة مقدارها 1.51 وبكون أنا عندي already التدفق 1025. يعني واضح إنه لما أجي أقارن هذول two cases مع بعض في عندي انخفاض في الطاقة الحركية نتيجة زيادة الممانعة للفلو نتيجة إنه أنا في عندي already a valve that is operating in the system. Okay, I think by this we come to the end of this exercise. I hope إنه الفكرة واضحة لكم.